كاميرا أخبار الآن. رصدت آراء عدد من الطلبة حول قرار الحكومة الجزائرية إيقاف الإنترنت، نتابع. ضاعت الإنترنت، معناتها باللي الدولة تاعنا ماهيش قادرة تدير أي مسابقة في البلاد. خاطر في الحقيقة عندما تكون أي حاجة في البلاد ويقطعوا الإنترنت، معناتها ما كاش الكفاءات. هذا الانقطاع تاع الإنترنت مليحة على خاطر باش ما يخرجش المواقع تاع الاخر، حاجه مليحه باش ما يخرجش المواضيع تاع الاخر قاعيتك تاع الباك تاع البكالوريا. راني ضد هذه الاجراءات اللي داروهم على الانترنت. كاين شركات، العديد من الشركات راهم يعانيوا على جال انقطاع الانترنت في الجزائر، وهاد الاجراءات كانوا قادرين ينحوها غير في الاقسام. انا عجبني الاجراء هذايا، بصح وشنو كان الناس دي ضرهم؟ ما يجوزوش الباك دا، الدنيا تزير كاع ضرتها. ما كاش الغش في المسجد، لا ما تقدرش تغش. بصح وشنو بلوكا وكاع كاع الانترنت في الجزائر، وشنو هذا ديرونجي عباد؟ يا حاجه مليحه وماشي مليحه يا اخو. نحاولنا كونيكسيون هي مليحه باش ما يصراش هذاك التسريب تاع المواضيع كيما صراو العوام اللي فاتوا وكذا، وماشي مليحه ثاني على خاطر تحب زعما تهضر مع صحابك تقسيهم كيف تجوزوا الباك اذا خدموا اذا ما خدموش. فوالا. لنكون جميعا حصنا منيعا ضد الرضا التي تسبب فيها بقدر كبير الغش في الامتحانات المدرسية. بالرغم من أن شهادة البكالوريا يجب أن تحافظ على مصداقيتها، لأنها كادت أن تفقد المصداقية منذ 3 سنوات، وكما نلاحظ بأن هناك تسريبات في وقت امتحان شهادة البكالوريا، غير أنني أعتقد أن مثل هذا الإجراء غير مقبول وغير منطقي، لأن هناك مصالح كثيرة تتعطل. أعتقد أنه كان بالإمكان أن تستعمل هناك أجهزة، هذه الأجهزة لا يمكنها أن يكون هناك تواصل خارجي على غير ما يحدث في بعض المؤسسات الخاصة وحتى في المساجد عندنا هذه الوسيلة، بحيث أن تعزل عن العالم الخارجي. أعتقد كان بإمكان إحصاء مراكز امتحان شهادة البكالوريا، وفي كل مركز يوضع فيه مثل هذا الجهاز، ونستغني عن مثل هذا الإجراء الذي يعطل مصالح كثيرة.